أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. حول مخططات التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر كتب عمار السواد مقالا في صحيفة العربي الجديد جاء فيه: كان لمقتدى فضل على إبراهيم الجعفري في عام 2005 ونور المالكي في 2006 وحيدر العبادي في 2014 في أنهم أصبحوا رؤساء وزراء ليس حبا بهم بل كرها بوصول مرشح آل الحكيم وقتئذ لرئاسة الحكومة، وكان له الفضل على إيران بإعطائها فرصة القيام ببعض ما أرادت هي حين التقت مصالحه بمصالحها بين عامي 2004 و2009. اعتاد على أن يفعل ما يتراجع عنه أو يقول ما يخطط لعدم تنفيذه، فلطالما انسحب من الحياة السياسية ثم عاد واستقال وزراؤه من الحكومة ثم عمل على إرجاعهم بطريقة وأخرى، وأوعز بعدم المشاركة في الانتخابات ثم شارك. هي أفعال تنسجم مع طبيعته طرفا فاعلا في الحكم وفاعلا في المعارضة في آن واحد، فليس مستبعدا أن التصعيد الأخير باقتحام مبنى البرلمان تعبير عن غضب من عدم المبالاة الإيرانية وأيضا الداخلية على مستوى القوى السنية والكردية فضلا عن المنافسين الشيعة. الكل خلال الأسابيع الأخيرة لعب وكأن زعيم أكبر الكتل الشعبية والسياسية غير موجود، وحين عاد إلى المشهد عبر الاحتجاجات في مداخل المنطقة الخضراء عادت كتلة الحلبوسي وإلى جانبها كتلة البارزاني إلى مغازلته، لكن الغزل لن يفضي إلا إلى ما رفضه الصدر وهو الحوار مع الخصوم إلا إذا فكر بتغيير ثوري، وهذا يأخذ الأمور إلى حرب لا يبدو أن الصدر أو أي من منافسيه على استعداد لها، وسواء أكان الخيار تغييرا ثوريا صدريا أم عودة إلى مشهد التوافق سيء الصيت، فإن تكرار الأسماء ذاتها على رأس العملية السياسية فضلا عن الحنين إلى حكام سبقوا هذه المرحلة مؤشر على أن العراق يعاني من إشكالية أخلاقية وسياسية ومجتمعية وثقافية تكمن في أن من دمروه وتسببوا بمعاناة شعبه وفتتوه بسياساتهم وعقائدهم وعن جهيتهم يجدون دائما من يعيد تأهيلهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. يقول الكاتب ميلاد عمر المزوغي في مقال بموقع كتابات: إن الفوضى في العراق مستمرة، حيث لقد جرب العراقيون النظام البرلماني الممزوج بالطائفية السياسية على مدى عقدين من الزمن، والنتيجة أنها كارثية بكل المقاييس كارثية. أعتقد أنه صار لزاما على الخيرين من أبناء الوطن كتابة دستور جديد بعيدا كل البعد عن المحاصصة الطائفية والمذهبية واستحداث نظام رئاسي بمهل محددة ومحاسبة الفاسدين. على مدى عقدين من الزمن عاثوا في البلاد فسادا، اختلقوا دستورا يكرس الطائفية السياسية، ابتدعوا الكتلة الأكبر عددا بعد ظهور النتائج. ليس ذلك فحسب، بل عمدوا إلى إشراك الجميع في منظومة الحكم لئلا تكون هناك مراقبة أو محاسبة. ينخرون جسد الوطن، أتوا على إيراداته، أفقروا الشعب، غالبيته تعيش تحت خط الفقر رغم تصدير أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا. انتفاضة تشرين ضد الفساد لم تؤتي أكلها. للأسف الجماهير ألهت بعض الزعماء في انتخابات العام الماضي التي أجريت قبل موعدها، لكن من يسمون أنفسهم بالمستقلين والعابرين للطوائف لم يكن عددهم بالكم الذي يسمح لهم بإحداث شرخ في جدار السلطة، فقرر هؤلاء الالتحاق بالركب الفاسد علهم يتحصلون على بعض المكاسب.
المؤكد أنهم الصدريون يريدون استمرار الكاظمي في الحكم لفترة انتقالية وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة. إنها مجرد عملية تدوير لمنظومة الحكم القائمة، فلا يستطيع أي مكون سياسي أن ينال الأغلبية التي تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده. لا تزال هناك قواعد أمريكية تعد انتهاكا لسيادة العراق. هل العراق في حاجة إلى اتفاق أمني واستخباراتي مع الأمريكان بشأن القضاء على تنظيم داعش؟ ساسة العراق وشعبه يدركون أن أمريكا هي من أسست تنظيم داعش لتدمير المنطقة وإذلال شعوبها. نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً قالت فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تفكر ملياً بملاحقة شبكة دولية تعتقد أنها تساعد إيران على تجنب العقوبات وشحن نفطها. وفي التقرير الذي عده إيان تيلي قال فيه إن واشنطن تفكر بفرض عقوبات على رجل أعمال مقره في الإمارات العربية المتحدة وشبكة من الشركات المشتبه بمساعدتها النفط الإيراني كجزء من جهود واسعة لزيادة الضغط الدبلوماسي على طهران في وقت تدفع فيه واشنطن باتجاه التوصل إلى اتفاقية بشأن المشروع النووي الإيراني. وقالت الصحيفة إن الشركات والأفراد الذين تدرس حالاتهم قاموا باستخدام المياه الواقعة بين إيران والعراق لنقل النفط من سفينة لسفينة أخرى ثم تزوير الوثائق لإخفاء مصدر الشحنات، ذلك بحسب وثائق شركات طلعت عليها وستريت جورنال شخصيا، بالإضافة إلى بيانات الشحن البحري وأشخاص على معرفة تامة بالموضوع. ومن خلال نقل النفط على أنه من العراق فإن المشاركين فيه يتجنبون العقوبات على النفط الإيراني. قال روبرت غرينوي الذي يشرف على سياسة إيران كمسؤول بارز عن سياسة الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي في أثناء إدارة ترامب إن عملية التحايل على العقوبات عبر العراق بما فيها المزج بين النفط العراقي والإيراني الأصل يمثل نسبة 25% من صادرات إيران عندما كان في مجلس الأمن القومي عام 2020. وأضاف غرينوي الذي يعمل حاليا زميلا في معهد هيرسون، هذا مهم وبشكل كبير لطهران وبسبب تعرض إيران لضغوط مهمة من السوق الدولية. وتعلق الصحيفة أن معظم النفط الممزوج ومصدره إيران هو خام ومكرر ويباع معظمه لزبائن في آسيا، ولكن شركات غربية مثل أكسون موبيل جروب و كوتشا أندرستريز أنك وشيل بي أل سي مشاركة في العقود حسب وثائق وموظفين سابقين. وربما قامت هذه الشركات الغربية بعقود لشركات متورطة في خلط النفط أو تصرفت كطرف ثالث في عملية سمسرة النفط أو اشترت النفط المخلوط. وقال المسؤولون الأمريكيون العارفون بالأمر إن الشخص الذي يقف وراء عملية خلط النفط هو سليم أحمد سعيد، وهو عراقي مولود في بريطانيا. وعدد من الشركات التي تشترك في عنوان إلكتروني وعنوان في سجل الشركات مع شركاته بمن فيها العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط أو إشوت. ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون حاليون وسابقون إن العملية كانت من أجل مساعدة النفط الإيراني. وقال مسؤول غربي على معرفة بإشوت كانوا يصدرون منتجات الطاقة العراقية، ولكن الدخل الحقيقي كان 5-10% من الصادرات النفطية العراقية، صادرات الوقود النفط وغير ذلك من الصادرات. نشر صحيفة ديلي تيليغراف تقريرا عده كامبل ماكديرمد قال فيه ان بريطانيا تمول سجنا سريا يعتقل فيه الاطفال ويحرمون من ضوء الشمس. وقال الكاتب كبر الأطفال على مدى 3 أعوام تماماً بدون ضوء الشمس في زنازين شديدة الحرارة في الصيف وينخر بردها العظام في الشتاء. وأضاف أن بعضهم يعاني أصلاً من جراح خطيرة لا يمكن معالجتها في السجن، أما الآخرون فيعانون من مرض السل الذي ينتشر هو الآخر في الزنازين التي لا يجد فيها حتى تهوية ولا يحصلون على تعليم كاف ولا زيارات عائلية، وذلك حسب مصادر متعددة لديها معرفة حقيقية بالأمر والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى لا تتعرض حياتهم
للخطر، وأشارت الصحيفة إلى أن بو فيكتور نيلاند ممثل اليونيسف في سوريا زار السجن وتجول فيه في شباط فبراير، وأخبر صحيفة نيويورك تايمز أن المعتقلين الأطفال يعانون من نقص الطعام والأدوية. يقدر عدد الأطفال بسبعمائة وخمسين، أعمار بعضهم 9 أعوام، بينهم غربيون وبريطانيون في الأقل، قابعون من دون أمل في نظام سجن تموله بريطانيا في شمال سوريا، تم بناؤه للأشخاص الذين يعتقد أن لهم علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية، ولم توجه لأي منهم تهم بارتكاب جريمة فضلاً عن محاكمتهم. وكانت التقارير التي كشفت عن احتجاز ووفاة حدث أسترالي الشهر الماضي وغياب المعلومات أو الأدلة عن مصيره بمثابة حادثة فتحت العيون على الطريقة التي أصبح فيها نظام السجون في المناطق التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا نقطة سوداء تبتلع عشرات الأطفال، ويعتقد أن هناك عدداً منهم قد قتل وتعرضوا لجروح خطيرة أو اختفوا من دون أثر منذ الهجوم الدموي الذي نفذه مقاتلو تنظيم الدولة في شهر كانون الثاني يناير. وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونيلا مي أيولاتكين، هناك 100 طفل في الأقل، إما قتل الأطفال في أثناء الهجوم وإما أنه قد نقلوا لأماكن لم يكشف عنها. ونطلق على هذا وفقا للقانون الدولي التغييب القسري. وقالت: أعتقد أن هناك عددا من الأطفال يعانون من جروح تعرض حياتهم للخطر ولا يزالون في ذلك السجن، وأعتقد أن بعض الأطفال هم من دول غربية. تقول الصحيفة أن قوات سوريا الديمقراطية وهي ميليشيا يقودها الأكراد وتشرف على السجون لم تكشف عن أي معلومات تتعلق بالأطفال. نشرت صحيفة الغارديان تقريراً أعدته إيلي هاردي، قالت فيه إن طائفة بروتستانتية تزدهر في دول الخليج، ويقول القساوسة إن الكنيسة تساعد العمالة الوافدة على مواجهة المشاكل، وأشارت إلى أن الكنيسة هذه تزدهر بهدوء تام بين العمالة الأجنبية من ذوي الأجور المنخفضة الذين يتعرضون للانتهاكات بالدعم الروحي والنفسي وقت الأزمات. وتضيف الصحيفة أن هناك 30 مليون عامل أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي بعض دول الخليج تشكل العمالة الوافدة هذه غالبية السكان، ونسبة 80% منها تعمل في البناء والمستشفيات والخدمة المنزلية. قابلت صحيفة الغارديان القساوسة وأبناء الكنيسة في الدول 6، ووجدت أن المهاجرين بمن فيهم الهندوس وكاثوليك يتحولون إلى الطائفة الخمسينية البروستاتية التي تعد من أكثر الطوائف الدينية انتشارا في العالم وبأعداد 600 مليون مؤمن بها. ومن أجل الحصول على الدعم المادي والروحي فقد انضم الكثيرون إلى الكنائس الخمسينية لأنها تركز على احتياجات الناس، الصحة والثروة وكذا الحياة الآخرة. وقال القسيس جون الذي استخدم اسما مستعارا نظرا لشكل الحكومات الخليجية بالحركات الدينية المسيحية ولأن التبشير ممنوع، قال إن كنيسته تساعد العمال الوافدين الذين يواجهون الاستغلال والمصاعب المالية والسخرة المحلية، وعادة ما تميل الكنائس التابعة للطائفة الخمسينية لجذب الناس من الجماعات الإثنية والقومية المختلفة الذين تتردد حكوماتهم بطرح حالات تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان مع دول الخليج خوفاً من قطع المعونات السخية والعقود التجارية المربحة. وبدلاً من ذلك أصبحت الكنائس الروحية الاتحادات الفعلية لهؤلاء العمال وتعد نقطة الاتصال الأولى لهم. ونظراً للسرية بشأن اعتناق المسيحية في الخليج فلا يمكن معرفة عدد المسيحيين في المنطقة، ولكن قادة الكنيسة والباحثين يتفقون على أن هناك اعتناق عدد كبير من العمالة الوافدة بدول الخليج المسيحية. قال صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسي أن ارتفاع تكاليف الغذاء
والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والارتفاع الحاد كذلك في أسعار الفائدة كان لها تأثير كبير مهم على العديد من البلدان الناشئة التي أضعفتها بالفعل الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 وهكذا وصلت ديون البلدان الأكثر فقراً إلى أعلى مستوياتها بعد أن عانت صدمة تلو الأخرى كما أكد جورج غراي مولينا الاقتصادي الرئيس في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 53 من هذه البلدان التي تعد معرضة للخطر لأن صندوق النقد الدولي يرى أن ديونها إما غير مستدامة أو معرضة لخطر أن تصبح كذلك بسبب التخلف عن سداد الديون أو وصول السندات إلى قيم منخفضة للغاية. من بين هذه الدول تونس التي تجري مفاوضات كاملة مع صندوق النقد الدولي لإبرام قرض رابع بقيمة 4 مليارات دولار، لكن النظام الرئاسي المفرط في البلاد قد يرجح كفة الميزان ضد تونس. تحذر الصحيفة الأسبوعية الفرنسية مشددة على أن هذا القرض يعد ضروريا لتونس التي تمر بأزمة مالية وتتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح التضخم المتسارع أكثر ثقلا يوميا بنسبة ل4 ملايين فقير و1,900,000 شخص ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وينطبق الأمر كذلك على مصر التي أوضحت لجورنال دو ديمانش أن المفاوضات تبدو متوترة بينها وبين صندوق النقد الدولي، فهذا الأخير غير راض ويريد من مصر أن تلجأ إلى إصلاحات مالية وهيكلية جذرية، فقد تم تصنيف الدولة بالفعل كواحدة من البلدان ذات الدخل المتوسط في وضع صعب، تمثل ديونها ما يقرب من 95% من ناتجها المحلي الإجمالي وفقا لرويترز. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن ديفيد روغوفيتش المحلل في وكالة مودينز قوله إن مصر إلى جانب كينيا وتونس وغانا هي الدول الأكثر ضعفا. وفي خبرنا اليوم، كشف صحيفة الغارديان أن علماء آثار بحرية عثروا على كنوز وجواهر نفيسة كانت داخل سفينة إسبانية غرقت قبل نحو 350 عاماً على بعد نحو 70 كيلومتر من جزر الباهاما في المحيط الأطلسي. وغرقت السفينة الإسبانية المعروفة باسم سيدة العجائب عام 1656 لتبدأ بعدها العديد من المحاولات الفاشلة للوصول إلى حطامها والحصول على ما كانت تحمله من كنوز وجواهر لا تقدر بثمن. وكانت سفينة سيدة العجائب متجهة من شواطئ كوبا باتجاه إسبانيا محملة بكنوز وبضائع مهربة بالإضافة إلى مجوهرات وكنوز كان قد جرى إنقاذها من سفينة إسبانية أخرى تحطمت هي الأخرى قبالة سواحل الإكوادور. وانطلقت مؤخرا رحلة استكشافية لم يكن يؤمل منها الكثير لتبحث عن تلك الكنوز، بيد أن فريق تلك الرحلة تمكن هذه المرة بالذات من الوصول إلى بقايا حطام تلك السفينة الذي كان منتشرا على مسافة وصلت إلى 13 كيلومتر، وبالتالي العثور على الكثير من المجوهرات والأواني والقطع الذهبية الأثرية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.